لكن إصابة أكرم توفيق كشفت عن كم الحب الكبير اللي كل نجوم المنتخب ولاعيبة النادي الأهلي وحتى جمهورنا بيكنوا للنجم المقاتل ده، ورسائل الدعم وصلت له من كل مكان، سواء من لاعيبة المنتخب وزمايله في النادي وأولهم كمان محمد صلاح، أو جماهير النادي الأهلي أو المواقع الرياضية حتى في مصر وبره مصر، واللي تصدر بيهم الترند لفترة طويلة بعد إعلان اتحاد الكرة إصابته للأسف بقطع في الرباط الصليبي، واللي هتبعده لفترة طويلة جدا عن المنتخب وعن نادينا، وتأكد بشكل رسمي طبعا إن هو مش هيكون موجود معنا للأسف في بطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام الشهر اللي جاي إن شاء الله في الإمارات.